دابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل المباراة كرة قدم ممتعة، لان الاجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. لوكاس باكيتا، كريستيانو رونالدو، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تشانالوغلو، إيغوين، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، ركلة حرة على الطرف. إيغوين، جول اليوفي. ضربة حرة مذهلة. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. رومانيولي، كرة إلى الأمام. موساكيو، هيرنانديز. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كريستيانو رونالدو، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. انقاذ رائع من حارس المرمى. رومانيولي يلعب الكرة إلى الأمام. ديبالا، لمسة بينية. كرة طولية من الحارس. كوادرادو، تشانالوغلو، رومانيولي. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ثناء كذلك لأداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدموا الهدايا. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة، ألا كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو، يا لها من كرة على بعد مليمترات بسيطة.
اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. موساكيو، كيسي، لوكاس باكيتا لوحده بمجهود فردي، تحرك يا عيني على إيغوين. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة في المساحة الخالية مع سوسو، كونتي، بيلياب، كيسي، إيغوين. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. قراءة ممتازة من الدفاع، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. هيرنانديز، تشالهانوغلو، يلعب كرة بينية، غيرا يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. وأجمل بينية، الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. ألكساندرو، كونتي، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. تمريرة قوية أكثر من اللازم، بينية إلى وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. مع نهاية البث المباشر لهذه المباراة أشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن ألتقيكم قريبا في مباريات قادمة.